ساره جيلك يعني يمكن كان موسم صعب زي ما انا قلت، كان تحول كمان صعب ان انتوا يعني تعثرتوا السنه اللي فاتت بشكل كبير، والكارثه كمان احنا تعثرنا في بدايه السنه كمان، خسرنا ماتشين ما كانوش متوقعين او ثلاثه، كان اتصور كان سموحه وكان مباراه الطيران تقريبا، سموحه والطيران انا فاكر، كانوا حتى يعني الناس بدات تتساءل يعني، كلميني عن الموسم وازاي دخلتوا بمنتاليتي مختلفه الموسم. احنا السيزون ده في البدايه كانت، بس هي فعلا جت خساره في الاول، كان عندنا صفقات كتير قوي جديده، كان في لسه طالع ناس كتير من تحت، صغيرين ناشئين صغيرين ناشئات صغيرين من تحت، ما كانش لسه التجانس ما بين كل عناصر الفرقه، كان في برضو اصابات، كان لسه ما كانش في تجانس كامل ما بين عناصر الفرقه. ده تقريبا يعني او احنا تقريبا اكتملنا او انسجمنا يعني بعد المنتخب، بعد شهر مثلا 11 او حاجه، بعد بطولة السماء في المنتخب، بعد ما كل الناس اتلمت، كل الناس اتجمعت، ما هو كان تقريبا في الوقت ده، بعد ما كل الناس اتجمعت خلاص يعني بقينا بقى بنتدرب مع بعض، بقينا كله حاجه مع بعض، المصابين تقريبا كله كان نزل ما عدا حاجات بسيطه قوي هي اللي كانت لسه نزلت بس، وخلاص يعني الحمد لله ربنا وفقنا السيزون ده. بس كان صعب يعني، يمكن كان في نفس من الشمس، حتى الزمالك كان فرقة كويسة يعني. هو كان صعب لأسباب كتير، كان صعب لأن احنا بندور على ان احنا يعني كان عندنا دايما دافع ان احنا بنرجع حقنا، يعني احنا السيزون اللي فات زي ما حلو نرجع حضرتك حقنا قلت، زي ما حضرتك قلت في الانترو، احنا السنة اللي فاتت حصل لنا دروب، خسرنا كل حاجة تقريبا، خدنا منطقة بس. كان السنة دي بالنسبة لنا هو تحدي ان احنا مش يعني يعني محليا مستوى محلي احنا كنا بنرجع حقنا، لان حلو الدوري الدوري احنا الدوري قصدي والكاس حقيقه، والكلام الطبيعي عندنا، دول حقنا يعني، احنا اما استلمنا الدرع بتاع الدوري هو تقريبا 10 ميداليات محطوطين على الدرع، احنا واخدين 8 او الله 9، اكبر، فده حقنا ان هو الدرع في الاخر طب يفضل الدرع جاي بقى عندنا. عشان ناخد ال10 كلها. كان دي اخر كمان علامه، فكان احنا كنا شايفين ان في الاخر بعد كل ده الدرع هيروح مننا، لا طبعا ده حقنا، احنا اللي اولى من اي حاجة. مش اولى لحاجه، بس احنا اكتر فرقه بتتعب، احنا اكتر فرقه اتمرنت، احنا اكتر فرقه، احنا كل الناس بالنسبه لها في الفرقه الشغل يجي بعد الرياضه بعد التمرين، الدراسه بعد الرياضه بعد التمرين، بعد كل حاجه طبعا خروج والكلام ده، ما مفيش اظن ان احنا مفيش. اكتر فرقه تقريبا مش مرفهه قوي في حته الخروج والحاجات دي، فده بس طبيعي. عملتوا ده بحب السنه دي يعني، السنه دي انتوا كنتوا مش يعني فارق معاكم، الاختلاف احنا عايزين نرجع بصراحه، حقنا زي ما بتقولي. الاختلاف بصراحه السنه دي ان احنا فعلا كل واحد سايب ده بحب، يعني مفيش حد اللي هو متضايق يوم مش عارفه ايه، لا هو كل واحد عايز يلا يا جماعه اول ماتش كذا، بنشجع بعض في حماس حتى في التمرين مش في الماتشات. شكلك في الملعب مختلف بصراحة. الشكل بصراحة. طبعا هي الناس كلها هي اللي حكمت بالموضوع ده، يمكن احنا كلاعيبه حسينا ان في فرق، بس طبعا الكلمه الاولى والاخيره بتبقى للمشاهد للجمهور او طبعا. للجمهور، طبعا. هو اللي شايف ان الشكل فعلا مختلف، ان ساره السنه دي غير السنه اللي فاتت، ليلى السنه دي غير السنه اللي فاتت، الاء روان كل صحيح. الفرقه صحيح. كله السنه دي غير السنه اللي فاتت، صحيح. وكل السنه دي غير السنين اللي فاتت كلها، فده التطور ده كان واضح عموما على كل الفرقه، مش على عناصر فرديه عموما. صحيح وكلامك صح، ويمكن برضو روان يعني انت السنه دي برضو كانت سنه طويله عليكم وسنه صعبه، وزي ما قالت ساره انت دخلتوا في فكر مختلف ان انتوا عايزين ترجعوا حقكم تاني وتخلوا حقكم المكتسب دوري وكاس يرجع، بس في النص جه تجمع المنتخب زائد الاصابات، يعني نصر اتصابت مرتين يعني كابتن الفريق وجوكر الفريق اتصابت مرتين، وقابلكم في النص اصابات كتيره، يعني بداتوا متاخر تتجمعوا، يعني تعليق على الكلام ده كله ايه؟ انتوا كلاعيبه او حتى لعيبه منتخب فكرتوا ازاي؟ هو في الاول منتخب اتجمع في اول السيزون خالص، ده بعدنا كلنا عن بعض برضو زي ما ساره قالت، الاصابات في الاول كانت بعدانا جدا، بعد ما احنا ما كناش متوقعين المنتخب بيعمل نتيجه كويسه كده، احنا كنا رايحين استعداد اول بقالنا كتير بس ما كانت بطولة اتجمعناش، صعبة في السنغال كانت بطوله برضو. صعبه جدا، كنا واثقين فيهم المجموعه اللي راحت، كنا واثقين ان هم يعملوا حاجه وشرفونا وعملوا حاجه كبيره، بعد ما رجعوا يعني بحماسهم ادوهولنا كمان احنا في التمرين ان احنا نجمع نفسنا ونتمرن وطبعا نرجع الدوري والكاس مكانه الطبيعي، فكان كلنا عامه كان عندنا حماس، اللي كان في المنتخب مدينا وكان جاهز، واحنا كنا بنجهز نفسنا ان احنا كلنا نبقى في نفس المستوى. طيب هنتكلم عن بعد العوده من المنتخب من السنغال في شهر نوفمبر اللي فات، بدانا نتجمع، انتوا قبل كده حتى كنتوا بتتجمعوا يومين في الاسبوع، بالظبط المنتخب بيتجمع 4 5 ايام، بتيجوا تتمرنوا تمرينه واحده قبل المباريات اللي كانت بتبقى جمعه وسبت، انا فاكر كويس كنتوا تتمرنوا خميس بس وتلعبوا مباريات جمعه وسبت، بعد ما رجعتوا من المنتخب وحصل التوقف
المنتخب اتجمع مره واحده عشان يلعب انجولا ماتشين على ما اتذكر. شايفه تجربه المنتخب بيفادتك في النادي؟ يعني تجربه المنتخب طبعا فادتك ان انت لعبتي قدام اصحاب البشره السمراء، القوه، الالتحامات، شايفه ده فادك؟ اه طبعا فادنا، ولان افريقيا عامه انجولا الفرق القويه دي بتبقى مديانا حافز، لان هو مش موجود في الدوري المصري، هو بالنسبه لنا بيبقى في فرق كبير قوي، فده بيخلينا الناس جاهزه اكتر عن الدوري، بيبقى بالنسبه لنا الدوري حاجه في يعني اسهل كتير، اسهل بكتير. طب روان هسالك سؤال، يعني انت شايفه ان احنا على مستوى المنتخب قادرين نكسب انجولا؟ يعني انا بسال السؤال ده ليه؟ لان احنا بدانا والاتحاد بدا، كان عندنا مشكله قبل كده في منتخب السيدات ما كانش بيتجمع، ساره بتاكد كلامي. دلوقتي المنتخب بيتجمع وفي اصرار، تحس ان الاتحاد عايز المنتخب يبقى دايما موجود. شايفه ان احنا نقدر نضرب الفرق الانجولا والمنتخبات الانجوليه؟ طبعا نقدر بتدعيمات كتيره، احنا عندنا عناصر كتيره قوي في مصر كويسه، من الصغيرين والكبار لما بيتجمعوا كلهم في منتخب واحد بيبقى شكلنا كويس جدا، حتى المحترفات بره يعني بالظبط. اه لو استعنا بالمحترفات طبعا اكيد هيفرقوا معانا. بس الاتحاد مش عايز كده، الاتحاد عايز يبني جيل، هو يعني انا بقى باخد بالي عايز يبني جيل جديد، ودي فكره محترمه، بس انتوا اثبتوا ان انتوا قدها. احنا قدها بالظبط، وكمان احنا لما انسجمنا كلنا مع بعض من الصغيرين للكبار عملنا نتيجه كويسه. اول ماتش انجولا خسرنا فرق واحد، فكان الموضوع قريب، مع الاستمراريه اكيد اكيد ممكن نكسبهم. مش ممكن ده اكيد، انا بقول لك انا مؤمن بده جدا، لان ان شاء الله لكل مجتهد نصيب. انتوا ناقصكم حاجه واحده بس، يمكن ساره تاكد كلامي، انتوا ناقصكم الاحتكاك بس بالظبط، وتشوفوا اللاعبات دول كتير بالزبط. طيب خلينا نروح لليلى. ليلى يمكن انت من اللاعبات اللي انا متابعها بشكل يعني خاص، لان انا بيعجبني لعبك بصراحه، وانا حسيت ان في تطور في ادائك، تطور في ادائك بشكل يعني ما شاء الله مرعب، يعني ما شاء الله البروجريس في ادائك بشكل كويس جدا. انت حاسه بالكلام ده؟ يعني انت يعني حاسه ان الناس بصالك ان انت ادائك بيتطور، ولا انت شايفه ان هو ده عادي انا مستواي ما زادش ولا حاجه يا جماعه هو ده طريقه لعبي؟ طبعا بشكر حضرتك على كلامك ده، وهو الحمد لله طبعا يعني زي ما سرقت الكلمه الاولى والاخيره، طبعا الجمهور هو اللي بيقدر يقيم اللعيب ده كويس ولا لا، بس انا شايفه الحمد لله يعني بمساعده الجهاز، من مساعده الفريق، مساعده كابتن الفرقه نصرة، طبعا حسن مستواي الحمد لله اتحسن، بس يعني لسه طبعا عندي احسن كتير قوي، يعني ما ينفعش اقول ان انا دي اقصى حاجه وصلت لها، لا لسه طبعا الموسم الجديد برده عايزين نحافظ على البطولات اللي احنا خدناها. انت اتخرجتي ولا لسه؟ لا لسه اخر سمستر. انت ما شاء الله يعني حتى الكلام من الميديا خدت بالك، يعني ما شاء الله الكلام اتطور، يعني ما شاء الله. اه والله جدا يعني، لا اجابتك نموذجيه وبشكر زمايلي والجمهور اللي يحكم. لا برافو شافوا يعني. ما بتروحش الجامعه لا بتروحش على فكره، لو راحت مش هترد كده. لا ما شاء الله عليك، يعني حتى الردود يعني بدات يعني حته التعامل مع الاعلام والميديا والردود، لا ده حاجه كويسه. طيب هنتكلم على الماتشات بتاعت البطوله. اصعب ماتش من وجهه نظرك اللي لعبتيه ايه؟ خاصه انت لعيب الدايره، يعني الدايره يعني الضرب كله فيكي، معلش انا اسف انا بتكلم بكل لغه الهاند بول، كله بيضرب فيك، اللي رايح جاي بيزقك من على الدايره. هو في ماتشات افريقيا في الدفاع وفي الهجوم بتتضرب يعني في الاثنين. ما ايوه ما هو يعني أيوة. انا عايز اعرف اصعب ماتشات لعبتيها في البطوله دي. كان اصعب ماتش كان ماتش بيترو، خصوصا ان الماتش كان قريب مش بعيد. وطبعا دي فرقه قويه جدا، بطل السوبر وبطل افريقيا كاس الكؤوس، فبجد يعني هو اصعب فرقه. وكمان اللي خلاها اصعب ان الماتش كان قريب جدا، كنا ممكن نكسب طبعا لولا يعني سوء توفيق مننا او سوء حظ، وطبعا شويه قرارات تحكيميه كده ما كانتش احسن حاجه. الناس اشتكي جدا من ايوه طبعا يعني ماتشين انجولا بصراحه. انت عارف ليه يجيبوا فيهم 30 جول؟ عارفه يعني النادي الاهلي يجيب في بيترو 30 جون؟ هم جابوا 38 ماشي، انا فاكر ماتش كويس 30 جون، يعني احنا وصلنا حطينا 30 هدف في بطل عالم. يعني اول مره اشوف يعني مدرب منتخب انجولا بياخد تايم اوت وبيزعق في اللعيبه لما سكور وصل 2، بس كان منفعل جدا، يعني ما شفناش الموقف ده قبل كده خالص، ودي حاجه تحتسب لنا. يعني ده بدايه المكسب، ده بدايه تحقيق الهدف. يعني ايه يعني ان زي ما ليلى بتتكلم كده، انتوا مصدقين نقدر نكسب انجولا؟ ايوه هي فرقه بيترو وفرقه اول اغسطس دول منتخب انجولا، يعني دول اصلا منتخب انجولا الطلب تايم اوت. ومعلش خليني اكلمك بكل امانه يا ليلى، كان معاكم اثنين اجانب، هي اللي كانت فرقه معانا السنغاليه بامانه لانها بتضرب معاها وتخش معانا فيهم وبتاع، بس الاثنين اجانب التانيين عادي يعني انا شايفهم كويسين طبعا وليهم اضافه وكل حاجه في بطوله قويه زي دي، بس احنا نقدر يعني نعمل يعني احنا مستوانا قريب جدا، فان شاء الله اللي جاي احسن. طيب اللي جاي نفسك في ايه؟ بتفكري في ايه؟ طموحاتك ايه؟ نفسي ناخد افريقيا ان شاء الله، يعني طبعا الدوري والكاس كده ما فيش اوبشن، ده حقنا طبعا، ده حقنا وده حقنا، دي بطولاتنا كل سنه ان شاء الله، يعني ان احنا ناخد ان شاء الله افريقيا السنه اللي جايه. طيب شايف عشان ناخد افريقيا ناقصنا ايه؟ انا عايز اسمع وجهه نظرك. ناقصنا زي ما حضرتك قلت احتكاك، واللي فرق في الماتش ده الخبره بتاعتهم بس، لكن غير كده احنا عندنا عناصر كويسه جدا على مستوى المراكز كلها، فاللي فارق معانا بس هو الاحتكاك. طيب يعني هل السته بتوع منتخب مصر اللي كانوا عندنا، احنا سته صح كنا مشاركين في السنغال، هل السته دول
ممكن اصل الخبرات مع النادي مش كافيه، بس خلينا نتكلم بكل امان، الخبرات مع النادي مش كافيه، لازم تاخد خبرات مع المنتخب. شايفه وجود السته بتوعنا وقد يكونوا زياده، يعني نصر كانت مصابه في المنتخب ما راحتش، وصلنا 10 في المنتخب بالظبط، وكان في حارس مرمى كمان اتصاب قبل البطوله بالنادي الاهلي، مش فاكر كان مين، امنيه برافو عليك، انا اسف، امنيه اتصابت وكانت المفروض تبقى، يعني كان المفروض نبقى 8 اكشوالي جوه الفريق. لما تشوف العدد ده كله جوه المنتخب، المنتخب هو اللي ممكن يجي لنا الاحتكاك اكتر من النادي، اللي انا بقوله ده صح؟ اه طبعا، يا منتخب ممكن بيطلع بطولات وديه، فدي حاجه بتفرق طبعا، بتصب في مصلحه النادي ان لعيبتك تحتك بره، فلما تطلع افريقيا خلاص مش هيبقى فيه، يعني انت كسرت خلاص رهبه الخوف ان انت تقابل الناس دي، وغير كده خلاص انت اكتسبت احتكاك والخبره، فخلاص مش هيبقى ناقص حاجه خالص غير انك تحقق المكسب بس. اذا المنتخب بيكمل بعضه مع النادي الا صح، يعني اللعب مع المنتخب واللعب مع النادي. اه طبعا اكيد. طيب انتوا تابعتوا اكيد طبعا بطوله الولاد، يعني وشفت المستويات، هي مصر طبعا التوب في كل حاجه. اه شايفه اللي يعني احنا عشان نحقق الانجاز، يعني ثلاث فرق مصريه هي اللي واخده الثلاث، زمالك اهلي سبورتنج سوبر اهلي، شايفه عشان نوصل احنا نبقى كده في مصر كره يد سيدات ناقصنا ايه؟ تتفق مع زمايلك في الحاجات اللي قالوها ولا ممكن حاجه طبعاً زياده؟ لا هو احتكاك الموضوع، احتكاك مش اكتر. بس اما احنا لا، احنا مستوانا كويس جدا ان احنا ننافس وناخد البطوله كمان. طب على مستوى حراسه المرمى، على مستوى الاجنحه، شايف ان مفيش فرق بقى مستوى الدايره الخط الخلفي؟ لا خالص مفيش فرق خالص، بالعكس احنا مستوانا كويس جدا ان احنا ننافس وان احنا نجيب بطولات. فلا احنا مستوانا كويس جدا ونقدر نوصل اللي احنا عايزينه كمان. طب انا سالت ليلى اصعب ماتش في البطوله، طب من وجهه نظرك اصعب ماتش في الدوري؟ اصعب ماتش في الدوري ممكن ماتش الشمس اللي كان فين؟ اللي بس خلي بالك احنا جينا تعادلنا ماتش في الاخر، فده ازم الدوري. لا هقول لحضرتك ممكن ماتش الزمالك اللي هو كان اول ماتش في مجمعات الدوري اتعادلنا صح؟ اه اللي اتعادلنا، ما هو ده اللي كهرب الدنيا، ممكن كان اول ماتش كهرب الدنيا وكهربنا احنا وكهرب الناس في الاستاديو. اه هو ما كهربش الدنيا، ما كانش حاجه يعني، هو ما كانش صعب، هو احنا اللي نزلنا شويه بالظبط، عندنا ثقه زايده شويه في نفسنا ان احنا الماتش ده احنا هنعرف نجيبه في اي وقت، يعني احنا في فرق ده احنا احنا كفرقه نازلين كلنا بمنتاليتي ان احنا عادي الفرق اتنين، احنا لو عايزينه يبقى 10 دلوقتي هنخليه 10. ردي بقى، لا بقى ردي، انا مش ده كان غلط يعني. كابتن زولا كان ليه رد كبير على الموضوع، كابتن زولا كان ليه رد فعل جامد جدا. انا مش هرد، انا مش هرد، ردي يعني. لا هي كده كده طبعا ده حق، احنا اللي كنا نازلين يعني اللي هو عايزين نكسب وكل حاجه، بس ما كناش قوي حاطين، يعني كنا حاطين ماتش في دماغنا برضو، بس لما نزلنا كنا هاديين شويه فاكرين ان احنا هنجيب الماتش في اي وقت. بعدين بوظنا الدنيا وكرهنا مصر كلها. لا الماتشين اللي بعد كده عملنا، الماتشين اللي بعدهم كانوا حياه او موت بالنسبه لنا كلنا. اول ماتش كان بعديه الشمس، باين كان اللي بعديه ولا سبورتنج؟ لا الشمس وبعدين سبورتنج. الشمس كان وراه، فاكراه؟ اه فاكره اول 10 دقائق جحيم اللي كانوا فيه؟ لا احنا نزلنا الماتش ده مركزين كويس جدا عشان ما كانش فيه بالنسبه لنا اوبشن ان الدوري يضيع مننا، كنا كده كده لازم نكسب النهارده ولازم نكسب بكره، حتى لو كان ممكن نتعادل بعد يعني ماتش سبورتنج، بس احنا ما كناش عايزين كده خالص، بالعكس كنا عايزين نقفلها بشكل كويس، كنا عايزين نكسب الفرق، لان بالنسبه لنا كان اللي هو لا احنا لازم ناخد الدوري وده حقنا زي ما ساره قالت بالظبط. هلا انت لسه بتدرسي؟ لسه. عملت ايه مع الجامعه والموسم الطويل ده؟ بابا ماما عملوا معاك ايه؟ لا هو بص هم استحملوني كتير بصراحه. استحملوا لك كتير ولا زعقوا لك كتير؟ لا لا والله العظيم. عشان تذاكري. لا على فكره احنا اهالينا مش بيزعقوا لنا عشان خالص، ما دام انت بتلعبي وماشيه في النادي وكل حاجه تمام جو اون. انا حي حي ابا وام احييهم جدا. مقدرين جدا حته الهاندبول مع الكليه خصوصا حقوق، لا الموضوع يعني مقدرينه جدا. الرياضي حاجه ثانيه، عارف مصلحته. بالظبط يعني بنبقى عارفين امتى احنا رايحين في داهيه وامتى احنا لازم دلوقتي. لا بس مفيش داهيه، في داهيه احلى من كده، ده احنا بطل دوري وبطل كاس، ده دي احسن حاجه دلوقتي اللي احنا فيها. وان شاء الله ليلى وعدتنا وانت وعدتينا بس افريقيا السنه الجايه صح ولا لا؟ طبعا طبعا، يعني ان شاء الله احنا في تطور، طب والدوري وكاس السنه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله حقنا حقنا.